حسام الخولي المتحدث الرسمي باسم ائتلاف صوت الطلبة. احنا متواجدين النهاردة عشان المؤتمر الصحفي لتدشين الائتلاف دوت لمواكبة الأحداث الأخيرة ومحاولة إصلاح الجامعة على أكبر قدر ممكن إن احنا نقدرين عليه كطلاب. الفكرة هي جت في الأجازة أساسا من حوالي شهرين، بدأنا نجتمع مرة اتنين تلاتة لغاية ما وصلنا في النهاية إن احنا إن شاء الله هنكون الائتلاف دوت. حطينا أهداف، حطينا رؤى، اجتمعنا كذا مرة عشان نوصل لقرار نهائي نقوم بيه، والفكرة الحمد لله نفذت على أرض الواقع، وبإذن الله تكون هي خلال الفترة القادمة هي المتحركة في الجامعة، سواء من اتحادات طلابية، سواء من محاولة إصلاح، سواء من محاولة انتخابات رئيس جامعة أو غيره، يعني في المسار اللي احنا اتكلمنا فيه، المحور الإداري والمحور الأمني والمحور التعليمي. تمام، ما بلاش نذكر أحساب خالص، احنا طلاب داخل جامعة الأزهر، احنا حركات طلابية يعني غير تابعين للأحزاب، فخلينا نقول ان بالفعل في جاري تنسيق حاليا مع كيانات مشاركة في جامعة الأزهر، كمثلا أزهريون بلا حدود، حركة مقاومة، جبهة طريق الثورة، وحاليا يعني بإذن الله هم بس بنشوف مسارهم ماشي ازاي وأهدافهم ماشي ازاي، بتتعارض معانا ولا لأ، وبإذن الله التنسيق جاري معهم خلال فترة. تمام، لو أهدافنا واحدة فيها بس، يعني طبعا أكيد يعني أنا مش همنع عمل واحد يجي يقول لي أنا عاوز أنزل معاك في حاجة معينة أو في قضية معينة، بس بشرط أن أنت تتوافق معايا في نفس الأهداف ونفس المسار اللي أنا ماشي عليه. بمعنى ان انا مثلا ما ينفعش وانا ماشي كده في المسيرة الاقي واحد بيقول لي شرعية، بمعنى برضو ان واحد يقول لي عودة مرسي او غيره يعني. تمام، فبإذن الله يعني لو هو الموضوع متاح بالنسبة لهم ان هم يشاركوا معانا بنفس الاهداف ونفس التوجهات، خلاص احنا ما عندناش مشكلة خالص.